بسم الله الرحمن الرحيم. نحن في عدن مش عارفين ايش اللي نشتي، ولا عارفين ايش المطلوب، ولا عارفين ايش. طبعا احنا نتجنب قدر الامكان انه نمدح رجال الامن، نتجنب، لانه مدح رجال الامن اصبح يعني تهمه، رغم اننا صخد فم وقت ما يكون فيه، يعني التاريخ يقول كذا، والكلفات تقول كذا برضه. في عدن كنا كل يوم 2 قتلى، في بير فاضل قتيل، في بير احمد قتيلين، في كابوتا قتيل، في المنصوره قتيل، في قضايا الاراضي، لانه كان كل من معاها طغمين نزل اصحابه، اللي تبع فلان واللي تبع فلانه واللي تبع ام فلان واللي تبع ابو فلان واللي. الان لما المحافظ اللي برضه مشغل بعارنا هنا، لما شكل لجنه ممنوع اي طغم عسكري ينزل او يبني او يقوم بتجهيز اي بناء الا بقوه حسب يعني التوقيت، القوه واحده فقط في عدن. يقول الاخ كمال حامل، كمال حامل مش ملاك، مش ملاك، الله اعلم ايش مصايب معه، لكن نتكلم في الواقع. اللجنه هذه من يوم ما جت شيعه سمعنا قضايا غاصب ما فيش، ما حد مات، ما فيش دماء ساله ابدا. الناس زعلت، ليش كمال حامل؟ فأي حد، أي حد ظلم أو تعرض المظلمة من هذا الأخ كمال حالمي، أنا أهرمه، يجي أنا وكيله، أنا وكيله. أما الإنجليز مناقرة وفحص ودحش كذا، أنا أقول كمال حالمي هنا في هذا الموضوع تم وقف سفك الدماء في عدن، والتلاعب بالأطقم العسكرية، لا توجد الآن في عدن إلا قوة عسكرية فقط تنسوش الموضوع الأراضي، نصر اللاحقين ومقصودة ومعصودة.